يوضع سره في أصغر خلقه واحد فجأة بقاله قريب قرفه في عيشته دايما خانقه عيل ويجنن شياطين كل يومين في مصيبة بسببه مش عارف بطلع له منين أرجوكي ما تسيبينيش وتمشي مهما حصل. مهما حصل؟ دلوقتي انت واحدة مجنونة ومقدمة على عملية انتحارية، انا ليه اقعد اقابل كائن لازق مزفلط ما بقبلوش ولا بطيقه؟ انا ليه اعمل في نفسي كده؟ حد يقولي. بصي انا ممكن اعمل فيكي جميل، لو قلتيلي هو برجه ايه ممكن اقولك ازاي تتعاملي معاه. انا مش عايزة اتعامل معاه اصلا، مش عايزة اتعامل معاه ولا عايزة اشوف، بس في بروتوكول بيحتم علينا كفنانين ان احنا نقابل بعض، نشجع بعض على فننا. وبعدين دي اول لوحه المغاوري في اتجاهه الرومانسي مسطح. الرومانسي المسطح؟ وبعدين يعني ايه برج الايه دي اصلا؟ يعني ايه برج الايه يا بنتي؟ يعني برج، يعني انا مثلا برج الحوت ليا صفات ومميزات وفاهمه الحاجات دي، احنا لما نعرف هو برجه ايه نعرف نتعامل معاه ازاي، نعرف دماغه دي ماشيه ازاي. انت ايه، عمرك ما سمعتي عن برجه ايه؟ اكيد ما عندوش برج، وحتى لو عنده برج اكيد مش هيفصح ليا عنه، لانه اكيد برج هايف تافه، ممكن يطلع برج التيس، برج اي برج تافه زي لوحاته. برج التيس، لوحاته دي اللي عمرنا ما هنشوفها عشان تبقى فاهمه. امال ايه بقى؟ هنحسها بالوصف؟ نحسها بالوصف. والله تعبير حلو قوي، بس برضو مش هنشوفها. امال ايه يا بنتي مجنونة؟ احنا اول ما مغاوري يجي نسيبه ونمشي على طول بقى، ما نقعدش نسلم بقى ولا نقول اي حاجه، احنا بس نقول له مبروك وخلاص، ما نقعدش نلت ونعجب. اوبا، شفتي بقى ان كلامي كان صح؟ اهو احنا دلوقتي لو عارفين برجه ايه هنعرف نتعامل معاه ونعرف نواجهه ونعرف نديله الكلام اللي يوجعه. نديله كده على طول اللي يوجعه. والله العظيم انا حاسه بغربه ما بينكم، محدش فاهمني. واحده هايفه والتانيه، يعني التانيه استغفر الله العظيم ما بتفهمش اي حاجه. ايه ده الناس دي؟ الشهر اللي فات مظبوط، واللي قبله مظبوط، امال في ايه بس؟ اقعد يا صبري، شايف الفلوس دي؟ شايفها حضرتك. ناقصين 25 جنيه. طب كويس. كويس ايه؟ وانا بقول لك زياده، بقول لك ناقصين 25 جنيه. حضرتك انا مش مسؤول عن الحساب، وبعدين الشهر اللي فات كان ناقص 10 جنيه ودفعتهم من جيبي، الشهر اللي قبليه كان ناقصين 30 جنيه ولميناهم مننا كلنا، بصراحه انا مش ناوي ادفع حاجه تاني. هو يعني انا عشان ماسك الحسابات انا اللي اتدبس؟ والنبي يا صبري يا ابني افتكر يا ابن الحلال، مفيش حد كده مثلا طلع اوردر ونسي يديهولي، مفيش حد طلع شيك ونسي حصله من الجاست. بس افتكرت. يا سلام يا صبري يا ابني، شوف لما بتفكر كده بتبقى حلو ازاي، ولو ان انا عارف ان الفكر وحش عشانك، بس برضو انت بتبقى ابن حلال وجدع. ها قولي بقى، الاسبوع اللي قبل اللي فات في واحد صاحبك عدى علينا هنا وانت قلت لي شوف الاستاذ يشرب ايه. وقالك عايز اشرب شاي، وانا غمست لك انك انت تطنش وقلت لكم كلكم تختفوا من هنا لغايه ما يمشي. صح. بس بعد ما انت مشيت هو رجع تاني وقال لي شوف لي اي حاجه سخنه تضيع الهبوط. ويعني الحاجه السخنه هي اللي هتضيع الهبوط؟ لا، ما انا طلعت ذكي، جبت له 2 كيك بالشوكولاته. كيك بالشوكولاته؟ الله يخرب بيتك. انا هقوم بقى اشوف الاستاذ،
الكاسح اللي جوه ده ما جابليش شراب البابونج ليه بتاعي لحد دلوقتي. اسمه راجح يا ضايعه دماغك. راجح بقى ولا عاقل؟ هي كلها اصوار ابونا وليه؟ هل هلالك؟ هل هلالك يا ريس؟ اخيرا وصلت. لسه ايه بس؟ لسه ايه؟ انا كنت عايزه اقول لك ان انا لقيت فلوس. فلوس ايه؟ فلوس ايه يا استاذ؟ انا كنت عايزه اقول لك ان انا لقيت ان حضرتك جواك فنان. اه والله العظيم فنان برضه، بس يعني عندك مشكله صغيره، ان حضرتك جواني شويه، بس تتعالج ما تقلقش، يعني تتعالج ليها علاج يا استاذ. انا مش بكلمك ولا ايه؟ قول لي بس انت برج الايه؟ قول لي برج الايه بس، قول لي. مفيش اختيارات. انا نسيت، انا كنت جاي اقول له ايه اصلا. هاي هاي ليلى، ازيك يا ليلى؟ والله وحشانا قوي. تعالي احضرينا بقى يا ليلى، احضرينا في الكافيه المنيل اللي احنا قاعدين فيه ده. الراجل الفاتح اللي هناك ده قرفني، كل شويه اطلب شيح بابونج ما يجيش، قهوه ساده تيجي زياده، زهقت والله. اقفل لكم بتاع ده واشمعه لكم، والله اقفله واشمعه. وبنت فريده دي خنقتني خلاص، مش قادره، مش طايقاها. قاعده بقى عماله تلك وتقول اي كلام اصلا، وهي مش فاهمه عماله تقول لي الابراج، ومش فاهمه يعني ايه ابراج ازاي فرح، يعني ايه مش فاهمه الابراج، وهي اصلا مش فاهمه يعني ايه رومانسيه مسطحه. الرومانسيه دي احلى واجمل حاجه في الدنيا، خصوصا بقى لما تكون متبادله بين الطرفين. هاي حياتي، ما هي لازم تكون بين طرفين. تحسي كده حاجه غريبه، احساس غريب قوي، كل حاجه عينك تشوفها تشوفيها منوره، حلوه، ملونه، روز. quand il me prend dans ses bras et qu'il me parle tout bas je vois la vie en rose. ايه ده؟ هو لازم كل حاجه تبقى بالالوان كده؟ يعني الموضوع ده مفيش فيه اي حاجه غامقه، كحلي، اسود، اي حاجه يعني من النوع ده؟ غامقه ايه؟ البنت قاعده تقول لك رومانسيه وبتغني لك باللغات وبالبتاع، يعني دي سايكو، سيبك منها كملي. لا انا بتكلم بجد، اصل ما ينفعش انا الفواتح دي ما بحبها، بأشعر، انا بأشعر بفواتح. يعني مفيش في الموضوع ده اي غوامق؟ ما ينفع اصل عادي، يعني انا شايفه ان لو بيحبوا بعض بجد، او حتى مثلا مرتبطين عاطفيا، في اعجاب متبادل، اي حاجه، ممكن يشوفوا برضو الحياه بالوانها الطبيعيه، بالغوامق يعني، مش لازم تبقى كل حاجه منوره كده. ايه ده؟ انا مش فاهمه حاجه والله. ايه ده؟ الموضوع ده صعب قوي، صعب. لحد ما فاجئني بطلب الجواز ده فجاه وفي ثانيه، حسيت ان هو اكتر انسان حبيته في الدنيا دي كلها. بقالك ساعه قاعد بحلق فيا، هو في ايه؟ نفسي اتفرج على الفيلم من غير ما احس ان انا متراقبه، في ايه؟ اول مره يبقى لي. اتفرج. مش عايزه اتفرج. في ايه؟ فرح في خطر. كنت اشعرفك ان فرح في خطر. انت مش عايزه تصدقي لي، فرح بتمر بازمه عاطفيه خطيره، يا تلحقوها يا ما تلحقوهاش. خير، ناويه تنتحر؟ بالشكل اللي انا شفته ده؟ لا. خلاص، يبقى مفيش مشاكل. بس ممكن تقتل اللي هي بتحبه، ومن الحب ما قتل. نعم يا اخويا، ومن ايه ما قتل؟ انت اكيد بتتكلم عن واحده تانيه غير فرح. الفنان ما يحسش غير الفنان اللي زيه. هو فين ان شاء الله الفنان والفنانة اللي زيه؟ ولا اه طبعا الفنان وهي اللي زيه. ودي عايزه سؤال. هثبت لك، هو انت لما بتتفرجي على لوح فرح بيكون فيها الوان غير الابيض والاسود؟ الحقيقه لا، يمكن لسه ما دخلتش مرحله الالوان، رغم ان فرح عمرها ما هتدخل المرحله دي ابدا. بس ماشي، دلوقتي كل لوحات فرح الابيض يا اسود، مش كده؟ كده يا شريف. لما تلاقي فيه لون احمر ده معناه ايه بقى ان شاء الله؟ معناه اتدلق منها غلط. الاحمر بالذات عمره ما بيتدلق يا طنط فدوى. حلو قوي المروحه دي يا فرح. دي عزيزه عليا قوي يا ليلى، عشان كده انا ماسكاها
لولا كده ما كنتش مسكتها. دي فاتحة قوي يا ليلى، فاتحة قوي قوي. فرح ممكن اهف هفة؟ اقعدي بقى على جنب، اقعدي. مساء الخير يا جماعة. مين؟ يا جماعة انتوا هنا من امتى؟ احب اعرفك اعز اصحابي فريدة، فرح وليلى. احنا اصحاب من زمان جدا، يعني تقدري تقولي كده متربيين مع بعض. مش محتاجة طبعا اعرفكم يعني. امين. بس تعرف ان هي جميلة الحقيقة، هو ناقص شوية تاتشات والحلاوة حلاوة الروح. اقصد اقول هي قصدها طبعا تقولك انك حلوة قوي على التي في وعلى الطبيعة وفي كل حاجة. عارفة عارفة عارفة، ما تبررش موقفها. بعد اذنك بعد اذنك. نورتينا بجد بجد، نورتينا نورتينا. ربنا يخليك، ميرسي رقيقة قوي، ميرسي جدا. طب لو جه الفنان الاحمق اللي اسمه مغاوري دلوقتي هنعمل ايه؟ مغاوري ايه بس دلوقتي؟ مش وقته. وبعدين ده لو جه. لا انا متأكدة انه جاي، ده رزل وهيعملها وهيجي. انا عارف يا جماعة. انا عايزة اقول لكم على حاجة، يعني عايزة اقول ان انا ما عنديش اي وقت فاضي لا اخرج ولا اروح ولا اجي ولا حتى اغير جو والله. بس لولا ان انا قابلت عمرو كده في الاستوديو، ما قابلتك في الاستوديو، قال لي لا يلا بينا نتغدى بره وكده، وقعد طبعا يكلمني كتير عنكم، كتير كتير كتير، لحد ما شوقني ان انا اشوف شريف. شريف يعني هو عمرو قعد يكلمك كتير 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 عننا احنا كلنا كتير كتير لما شوقك تشوفي شريف؟ اه والله بالظبط زي ما انت بتقولي كده. مين فيكم شريف بقى؟ لا 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 لا، ده انت بجد صعبه جدا، يعني صعبه جدا بصراحه. مش هي بس اللي صعبة، ده اللي جابها كمان. على فكرة شريف هيتأخر قوي 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 النهاردة، وانت شكلك مستعجلة، بروفات حفلات. لا 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 لا، تشغليش بالك انت، لا لا خالص، انا حتى النهاردة ولا عندي بروفات ولا عندي حاجة ابدا. وبعدين انا كمان عشان عايزة يعني افاجئكم كده، بعمل ألبوم الجديد. ألبوم الجديد؟ هو انت اصلا كنت عملتي ألبوم قديم لما تعملي ألبوم جديد؟ للأسف اه، يعني واضح ان هي مش متابعاني. فرح اخت شريف الصغيره صح؟ لا الوسطانيه. هو حضرتك عادي يعني كده بتغني في اي حته؟ اصل انا اسمع يعني ان الصوت الحلو بيجلجل، وواضح انك مبسوطه ولا ايه؟ والله يا فرح انا عايز اصحح لك معلومه، الموضوع بتاع الانبساط او الانبساط اللي انت بتتكلمي فيه ده عامه بتبقى جواه احاسيس ومشاعر، ساعات تقلب معاه بزعل، ساعات تقلب معاه بحزن، ده نفس الشيء اللي بيؤدي للشجن. شجن هي حلوة شجن دي، بس كبيرة شوية. طب بقول لحضرتك ايه، ما تغني لنا حتة كده، ولا هتقعدي بقى تقول لنا زي المطربين بقى وتقول لنا اصل زوري ايه وجعني وعينيا محولة شوية؟ لا لا لا، ما انت كنت لسه قاعدة بترقصي معايا دلوقتي، ولا انت مش فاهمة تيجي تقعدي على كرسي الاعتراف ولا ايه؟ مش فاهمة ايه ده؟ انا بقول لك ايه يا عمرو في ايه؟ مش هتروح سليم النهاردة عشان تبقى فاهم. لو على ايه؟ على فكره انا نسيت بس موبايلي في الحنطور في العربيه، هروح بس اجيبه واجي واشوف كده راكنه عدل ولا انا راكنها. اطلبي اي حاجه انت عايزها. ماشي بقى. ولا بس حبيبي اطلب اي حاجه. اي حاجه اي حاجه مو ماشي. اوكي بقول لكم بنات معلش، اصل انا ما اعرفش يعني مكان منهم هنا ايه. اقدم لك شريف. جيت اقول لك وما رضيتش اقول لطنط فدوى عشان انت اخوك كبير، ما رضيتش اتصرف غير لما ارجع لك، مش كده صح؟ ايوه صح طبعا، بس يعني طب تفتكر ايه معنى اللون الاحمر يعني بما انك فنان وليك شأن وكده؟ والله يا شريف يا ابن عمي هو ليه معنيين. ايه هما المعنيين بقى؟ المعنى الاول انه يكون مقصود بيه دم. دم؟ ممكن تكون قتلت اللي هي بتحبه او هتقتله، او ممكن يكون مات لوحده. لا يا رب يكون مات لوحده عشان ما قتلوش انا. طب والمعنى التاني يعني ممكن يكون ايه كده؟ المعنى التاني ايوه، ان يكون اللون الاحمر ده واحد هي بتحبه او هتحبه او يعني بيحبوا بعض. ها طب في تفسيرك كده يعني ايه الوضع العام، يعني ايه ممكن يكون ايه الوضع العام؟ تكون هي بتحبه وهو منفض لها، وفرح بتعبر عن مشاعرها في اللوحة بتاعتها. ده موضوع كبير جدا. بص انا مصدق كل كلمة انت بتقولها، يعني فيش اي كلمة انت بتقولها مش مصدقها واثق فيك جدا، بس فرح صعب جدا حد ينفض لها، مش عشان هي بنت يعني شخصية وسواد والعيشة والفرش اللي هي عايشاها مع نفسها جوه دي، لا، لان فرح اساسا مفيش حد ممكن يعجب بيها. شوف يا شريف، نصيحة من شريف الصغير،
الحب ملهوش كبير. يا سلام ما شاء الله. انت ايه اوتار الليل اللي انت عشتها معايا فجأة دي؟ طب والحل ايه؟ استنى لنهاية الحلقة. انا قاعد بكلم عم فؤاد. ايه اللي نهاية الحلقة؟ خلاص ما تعصبش، انا هقول لك تعمل ايه بالظبط، بس ما تقولش لحد عشان ما يقولوش عليك مش فاهم. ليه ونهبل ولا ايه؟ لا ما قلتش كده، انا بحبك. اسمع بقى يا سيدي. ها قول. اكيد اكيد بتتكلمي عن شخص خطأ. لا هو مش خطأ ولا حاجة خير بإذن الله، بس يعني هو كان عمرو كلمني عنك كتير يعني. عمرو مين عمرو ده؟ مين النكرة اللي بيتكلم عليا؟ اهدى هي ملاش ذنب. عموما يلا تقدري تقولي لي وبسرعة علشان أنا عندي فراغ كبير لازم أملاه. ها قال إيه؟ قال يعني ان حضرتك حاضر من جاي اهو بالكلام. قال يعني ان حضرتك يعني ممكن تيجي تمسك لي اعمالي يعني من افراح حفلات استوديوهات تعمل لي مواعيدي يعني من الاخر يعني تمسك لي شغلي يعني مدير اعمالي تبقى. انا بتهان؟ مين ده اللي يمسك لك مدير اعمال؟ انت مين عشان امسك لك مدير اعمال؟ انت عارفه انا عاوز دست رجال بشنبات يمسكوا لي اعمالي. انا لامي مغاوري فنان عالمي. وانا اللي قلت انت ما قدرتيش تمسكي نفسك وجايه تباركي لي علشان الاتجاه الفني الجديد بتاعي. اشتغل معاك ايه؟ اقول لك انا اشتغل ايه؟ اشتغل على حنطور. ايه رايك؟ انزل زباين اطلع زباين. ها متجننوا طول الليل. ايه هو انت لحقتش مال عيالك ولا ايه؟ وبعدين انت الطول، انت الطول هس، انت الطول هس. انا بكسب قد كده في اللفه في الزفه. تاخديني معاك يا شيخ. انا بقول كده امتى؟ انت غريب جدا قوي. وبعدين ايه اللي انا عملته في نفسي ده يا عم؟ ولا كانك سمعت حاجه، ولا كانك سمعت حاجه. دول تسدهم كده ولا كانك سمعت حاجه. وانتوا لما يجي عمرو بيقولوا له يتصل عليا ولا ما يتصلش؟ وفرصه سعيده ولا مش فرصه سعيده اصلا؟ يا لهوي ايه ده؟ قربان وراء يا اسطى. فرح نايمه جوه. فرح مش موجوده اصلا. اه ماشي. لا والنبي ما تولعش النور. ليه؟ وانا خليني اسكن. لا بس انا في الافلام بشوفهم بيعملوا كده لما بيكون مش عايزين حد يشوفهم. ايوه لانهم في الافلام بيعملوا كده لانهم بيكونوا داخلين بيوت مش بيوتهم، انما احنا داخلين بيتنا. بس احنا داخلين ليه هنا اصلا؟ انت هتستعبط؟ انت اللي مدخلني عشان نشوف اللوحه. هي دي اللوحة. أيوه هي دي اللوحة. ماشي يا فرح يلا بينا. يا بتحب يا حبيبتي. طب لو بتحب بتحب مين؟ ولو هتقتل برضه هتقتل مين؟ متكونش يوسف. بس مش ممكن يوسف. طب ما هو اكيد في حاجة. ما في ايه ده؟ ايه الناس دي؟ اكيد في اداة الجريمة اللي قتلت او حاب تقتل بيها. هنا مثلا ايه ده؟ بتعمل ايه في اوضتي يا شريف؟ ها
بتدور على ايه؟ لا ده انا بدور عليكي في العلبة. ها طول عمرك بتجيبي من كل حتة جات على العلبة. انت مش عارف ان اوضتي دي ليها حرمتها؟ مش اي حد كده ينفع يخش يقعد في اوضتي. ليه؟ هي مقبرة؟ لا مش مقبرة، بس حاجتي ليها قدسيتها. مش هعمل كده تاني. ايه دي؟ لوحة زي اي لوحة. ما انا عارف انها لوحة زي اي لوحة. بتعمل ايه هنا؟ انت من امتى بترسمي باللون الاحمر؟ وانت تفرق معك في ايه؟ لا تفرق كتير. انت عارفة ان الاحمر ملوش غير معنى واحد بس. انها مش بتاعتي. اوكي. امال بتاعت مين بقى ان شاء الله؟ بتاعت بني ادم اسمه مغاوري. وانت ايه اللي بيدخل مغاور عندك في الاوضه؟ يدخل في الاوضه؟ انت اتجننت؟ طبعا ما بيخشش الاوضه. امال اللوحه دي بتعمل ايه هنا؟ هتكون بتعمل ايه يعني؟ شايلها له لحيم. روح شوف مين على الباب. لحين. ها ماشي ماشي. هي فين؟ فين الأنسة فرح؟ فين الهانم المتحضرة؟ انت مين يا عم؟ هي وصلت للدرجة دي كمان؟ انت مين؟ انا الفنان الأستاذ المخدوع. هي فين؟ انت مين؟ انا الفنان الأستاذ صاحب القلب الكبير اللي بيتفانى في حبه وعطائه للآخرين، وبالرغم من كده بيتبهدل وبيتهان. في ايه يا عم انت واقف فيك الناس نايم مالك؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ايه اللي جايبك هنا وبتزعق كده ليه؟ لسه فرح. لسه مين ده فرح؟ ده مغاوري. انت بتاع اللوحه. اهلا وسهلا. انت بلغ الانسه فرح اختك لو عجبها لوحه من لوحاتي الثمينه تبقى تشتريها، ولو حتى بتمن باكس مش تسرقها. انا واقفه جنبك يا ابني وتقول لها انت. انا ما اسمحلكش اصلا. وانت يا انسه فرح، في موضوع تاني مهم لازم تبلغيه للسيد اخوكي، اني مش فاضي اشتغل لحد مدير اعمال. يا ابني انت احول من واقف جنبك ما تقول لي انت. وانتوا الاثنين تبلغوا الاستاذ عمرو صاحبكو انه بطل يدور لي انا على شغل. انا بمنتهى البساطه مش محتاج شغل. ولو انت مزنوق في شغل او عاوز شغل قول لي، ممكن اشغلك عندي مدير اعمال بسرعه مستعجل انا. بالنسبه للاستاذ انا، يعني انت تعرف عمرو منين يا استاذ انا؟ خلاص يا فدوى، الولاد مسكوا الحرامي. الله يبليك. يجري بكره استنوا حكايه.